انا شايف ان هم فرقه ماشيه كويس، في استقرار، يعني في ماتشات كويس في ماتشات مش كويس، ما فيش مشكله، انما في الاخر ربنا يسهل. يعني احنا هدفنا السنه دي الاساسي ان احنا نكسب بطوله افريقيا والدوري، ده كان هدف مجلس الاداره يعني، فاتمنى ان احنا نمشي عليه. وانا شايف ان الدوري احنا الحمد لله يعني حاليا انا اعتقد ان احنا فارقين فرق 9 نقط، فاضل بس بطوله افريقيا ان شاء الله نعدي بس الماتش اللي جاي ده باذن الله، لانه الماتش الاولاني بيبقى مهم جدا، وخصوصا ان هو في ارضك انت، الماتش الجاي هتروح تلعب عنده، فهنحاول ان احنا يعني ربنا يكرمهم ونخلص ان شاء الله من الماتش اللي هنا، يعني ما نستناش النتيجه اللي هناك.